وفي ولاية عين الدفلة أغرقت الأمطار حي الحرية بمدينة خميس مليانة وكذا طريقها الرئيسي، كما تتابعون في هذه الصور، ما عجل بتدخل مصالح الحماية المدنية لامتصاص المياه، وأرجع سكان الأحياء السبب إلى انسداد البالوعات والمجاري وكذا الانتشار الكبير للنفايات المنزلية. وين راك تشوف الماء طاحت 10 دقائق شتا غرقنا، حنا دوك نطلبوا من السلطات المعنيه بالامر، نطلبوا بهم دوك يجيو يشوفوا لنا حل. دوك راك تشوف هما داو كاع الدراهم وخلونا حنا نعانوا. شتي صرنا عاد كل شتا ها شو حاجك الزو ها ها الصباب تشوف ها ها كل شتا درنا حنا هاك ما كان والو ولا غالب بوشين ما كان حتى راه وراه مسرح والو كلش مغلوق. 5 دقائق طروبيل حتى الطروبيل تغلقت كاع الفوق. واش بيك واش راح دير هذه؟ ما كان لا نظافه لا والو، انا نقال كان والو ما كان والو. قلت لك الميلو ما جا لا ميلا خدامه، الخدامه وما كانش اللي يصحوا لي روكار. بعد 10 دقائق صراها 10 دقائق قدام الله، لو كان جات الضربه تاع الليل كان متنا كاع موت كاع والله غير ترى